دايما القضية الأساسية واللي دايما بتوحد الأمة العربية القضية الفلسطينية، هو العدو الواضح والظاهر للشباب المسلم والشباب العربي، عدو ظاهر ما تدخلش في تفاصيل أخرى جانبية. ودايما الواحد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في وصايا بتكتبها قبل الموت، أنا من ضمن الوصايا اللي كاتبها إن التيشيرت اللي عملته تعاطفا مع غزة يكون معايا في الكفن. في القلوب أحضن خيوط شمس الغروب، تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب. في ناس كتير ترضى المصير، ناس تشوف بضمير ضرير، يا تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب. حلي مرام ليام لسه الحياة.